الثانية بتفصيل من الفضائية المصرية. مرحبا بكم. هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي قادة وضباط وزارة الداخلية بمناسبة الذكرى 70 لعيد الشرطة، مؤكدا أن الغاية الأسمى هي المحافظة على حفظ الأمن والأمان. وخلال كلمته في الاحتفال بعيد الشرطة 70، أثنى الرئيس عبد الفتاح السيسي على دور جهاز الشرطة جنبا إلى جنب مع القوات المسلحة في حفظ الأمن والمضي قدما في طريق التنمية. شعب مصر العظيم، إن الغاية الأسمى للدولة هي المحافظة على بقائها وحفظ الأمن والأمان لمواطنيها، وهذا لن يتأتى دون وجود جهاز شرطة وطني واعٍ ومدرك لطبيعة مهمته جيدا. ولعل ما يقوم به أبناؤكم اليوم من رجال الشرطة من حفظ أمن واستقرار الوطن ومحاربة الإرهاب البغيض لهو خير دليل على أن معين هذه الأمة لا ينضب أبدا، وأرضها الطيبة تفيض دائما بالخير وتنجب رجالا يدركون جيدا قيمة الانتماء لهذا الوطن. وإنني من موقع المسؤولية أثمن دورهم الوطني جنبا إلى جنب مع أشقائهم من رجال القوات المسلحة البواسل، والذين يمثلون معا الحصن المنيع لحماية الوطن من كل شر، تحية لهم جميعا على بطولاتهم وتضحياتهم، والتي لولاها ما كان لمصر أن تسير على طريق التنمية الشاملة التي ننشدها لشعبها. وتحية أيضا مملوءة بأسمى آيات التقدير والاعتزاز إلى أرواح الشهداء، تلك الشموع المضيئة التي اختارت الخلود في السماء على البقاء في الأرض، وإلى أسرهم التي عانت وتحملت فراقهم من أجل الهدف الأعظم وهو بقاء مصر مرفوعة الرأس. ولكن تبقى مصر هكذا، ولكي تبقى مصر هكذا لابد أن نستحضر الروح التي بثها فينا أبناء الوطن الشرفاء، ونحن نواجه المحن والأزمات التي تعترض طريقنا. وفيما يخص مواجهة الإرهاب، أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن الإنجاز الذي تم في هذا الشأن كان كبيرا، مشيرا إلى أن الثمن الذي دفعه الوطن خلال السبع سنوات الماضية كان كبيرا أيضا بحجم هذا الإنجاز الذي تمثل في بناء مصر القوية. احنا صحيح الإنجاز اللي تم فيما يخص دحر الإرهاب كان إنجاز كبير قوي، وكمان كان ثمنه كبير قوي. وعشان كده اسمحوا لي أقول لكم إن إحنا دايما محتاجين مش بس يعني نحيي ونتذكر أبنائنا الذين قدموا والذين أصيبوا أيضا في هذه المعركة من أبناء الوطن، من كل أبناء الوطن. وأنا لما بتكلم في النقطة دي وبحاول إن أنا أستدعيها مش كفقرة نقولها في خطاب، لا، كتمن دفعته مصر وأبناء مصر وشعبها، أرجو إن إحنا كلنا كمصريين ومصريات كمان ما ننساش أبدا إن في تمن كبير قوي اتدفع خلال السبع سنين اللي فاتوا عشان نصل إلى هذه المرحلة. فاسمحوا لي مرة تانية وثالثة إن إحنا نوجه التحية والتقدير والاحترام وعايز أقول الأسر المصرية اللي قدمت الشهيد والمصاب، إحنا مش هننسى أبداً أبداً اللي أنتم عملتوه وقدمتوه بأبنائكم لهذا الوطن، مش هننسى.
النسيان هنا مش اعترافا بس بفضلكم وبفضل ابنائكم اللي تم اللي استشهدوا، لا، الفضل هنا بان احنا هيكون ثمن هذه الشهاده وهذه التضحيه هو بناء مصر القويه الجديده. هو ده اللي انا بس عايز اكده معاكم عشان تبقوا عارفين ان الثمن اللي الدفع ده هو ثمن كبير صحيح ولا يعوض صحيح، لكن عزاءكم فيه ان هو ثمن لبلد فيها 100 مليون، ال 100 مليون دول يعيشوا ان شاء الله في امان وسلام واستقرار وتقدم. هذا واشار الرئيس عبد الفتاح السيسي الى الازمات التي تمر بها المنطقه مطالبا الشعب بالوحده والتماسك للمحافظه على الثوابت الوطنيه التي تتمحور في رفضنا التدخل في شؤون الاخرين وعدم التفريط في حقوق الشعب. ولعلكم تتابعون ما يحدث من خلال مبادرة حياة كريمة التي تجوب كل محافظات مصر لتحقيق غد أفضل للأجيال القادمة، ولكن هذا الطريق لن يكون ممهدا دون وجود عوائق تعترض مسيرتنا في ظل تحديات ومخاطر تواجه الأمن القومي المصري. وقدر مصر أن تعيش وسط منطقة مضطربة كانت ولا تزال هي بؤرة الأحداث الدولية، تتعارض فيها المصالح وتتشابك فيها التوازنات وتتغير فيها التحالفات، فما كان مستحيلا بالأمس أصبح ممكنا اليوم، وما كان من الثوابت في الماضي أضحى في الحاضر أمرا قابلا للتغيير. ولا سبيل أمامنا لمجابهة كل هذه الأمور إلا بوحدتنا وتماسكنا الوطني، فبهما دون غيرهما نحافظ على ثوابتنا الوطنية التي لا تتدخل في شؤون الآخرين ولا تقبل التفريط في حقوق المصريين. هذا هو عهدنا وتلك هي عقيدتنا التي لن نحيد عنها أبدا مهما بلغت التحديات ومهما كانت الصعوبات، ودائما وأبدا وأخيرا تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا وتقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي بالشكر والتقدير للأطقم الطبية التي بذلت جهودا جبارة في مواجهة جائحة كورونا وما قدموه من تضحيات في مواجهة الوباء. ونحن نواجه المحن والأزمات التي تعترض طريقنا، ومن هذه الأزمات تأتي جائحة فيروس كورونا التي تجتاح العالم كله، وما من مناسبة نلتقي فيها إلا وأنا أكرر شكري باسم المصريين جميعا إلى أبنائكم من الأطقم الطبية على ما يقدمونه من تضحية في مواجهة هذا الوباء للحفاظ على صحة المصريين. واسمحوا لي نحن أيضا نوجه لهم التحية في هذه المناسبة. وأنا برضو مش ممكن أنسى أن أنا أوجه كل التحية كل الشكر والتقدير لله سبحانه وتعالى اللي هو كان له الفضل الأكبر علينا في أن حتى في ظل هذه الجائحة كانت يعني تأثيرها في أتصور في أضيق وفي أقل ما يمكن يعني. فلك الشكر والحمد يا رب، لك الشكر والحمد يا رب. الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال كلمته في الاحتفال بعيد الشرطة 70 حرص على تقديم التهنئة للشعب المصري بذكرى ثورة 25 يناير، مؤكدا أنها عبرت عن تطلع المصريين لبناء مستقبل جديد لهذا الوطن ينعم فيه جميع أبناء الشعب بسبل العيش الكريم. كما لا يفوتني اليوم أن أوجه لكم التحية بمناسبة ثورة 25 يناير، والتي عبرت عن تطلع المصريين لبناء مستقبل جديد لهذا الوطن ينعم فيه جميع أبناء الشعب بسبل العيش الكريم. شعب مصر الأبي، إن الطريق ما زال أمامنا طويلا، وما تم تحقيقه على الصعيد الاقتصادي والأمني
هو مجرد خطوة على طريق بناء المستقبل الذي نسعى لتثبيت دعائم استقراره وبناء الجمهورية الجديدة التي تحفظ كرامة المواطن المصري وتوفر له أفضل الظروف المعيشية. هذا وقد قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بتكريم أسماء الشهداء، حيث صدق على منح أسماء الشهداء وساما من الطبقة الأولى، حيث تسلم الأوسمة أسر الشهداء. كما منح الرئيس عبد الفتاح السيسي عددا من قيادات وضباط الشرطة أنواط الامتياز. اسم الشهيد عقيد أحمد جابر أحمد نصار، تتسلم الوسام أرملة الشهيد السيدة زينب علي سليم الشافعي. اسم الشهيد مقدم عبد الرحمن عادل عبد الرحمن عبدو، تتسلم الوسام أرملة الشهيد السيدة سلافة إمام إبراهيم. وقدم وزير الداخلية هدية تذكارية لرئيس عبد الفتاح السيسي تقديرا وعرفانا بإنجازات سيادته للوطن. بتقديم هدية تذكارية للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية. ولدى وصول الرئيس عبد الفتاح السيسي الى مقر اكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة، ادى حرس الشرف التحية العسكرية للرئيس، بينما عزفت الموسيقى العسكرية السلام الوطني لجمهورية مصر العربية. ثم قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بوضع اكليل من الزهور على النصب التذكاري لشهداء الشرطة. وخلال كلمته في الاحتفال بالعيد 70 للشرطة المصرية، جدد وزير الداخلية اللواء محمود توفيق تعهد الشرطة بحفظ أمن وأمان مصر والمصريين، مشيدا ببطولات الشرطة. وأشاد الوزير إلى جهود وزارة الداخلية من خلال توجيه الضربات الاستباقية للعناصر الإرهابية واتخاذ الإجراءات الأمنية الوقائية لمنع تسلل الإرهابيين إلى داخل البلاد والتصدي للجرائم الإلكترونية التي تسعى التنظيمات المتطرفة لتوظيفها لترويج الشائعات والمعلومات المغلوطة. تكامل الجهود الأمنية المتواصلة بالتصدي للجرائم الإلكترونية وإساءة استغلال التكنولوجيا الحديثة، والتي باتت تسعى التنظيمات المتطرفة وعلى رأسها جماعة الإخوان الإرهابية
لتوظيفها وتطويعها لبث فكرها المسموم وترويج الشائعات والمعلومات المغلوطة وتحريض المواطنين خاصة الشباب حديث السن لارتكاب أعمال العنف والتخريب ضد مقدرات الدولة أملاً في تحقيق مخططاتها الآسمة ولو على أنقاض الدول ومصير الشعوب. أشار وزير الداخلية خلال كلمته في الاحتفال بالعيد السبعين للشرطة إلى انخفاض معدلة الجريمة والتي جاءت نتيجة لجهود وزارة الداخلية في إطار خطة الدولة للقضاء على العشوائيات والأماكن الخطرة التي كانت بؤرا للجريمة. وتنفيذا لاستراتيجية وزارة الداخلية لفرض واقع آمن مستقر جاء مسار الجهود الأمنية ليشمل مكافحة الجريمة بكافة صورها. ويأتي الانخفاض المتميز والمتتالي لمعدلات ارتكاب الجريمة انعكاساً للجهود المضنية والأداء الاحترافي لرجال الشرطة بمساندة جماهيرية فاعلة ونتاجاً لجهود الدولة في تحقيق التنمية الشاملة والقضاء على المناطق الخطرة والعشوائية التي كانت تشكل مناخاً خصباً للانحراف السلوكي والأنشطة غير المشروعة وانعكاساً لما تشهده المنطقة من تداعيات سياسية وأمنية فقد برز ارتفاع معدلات محاولات إغراق البلاد بالمواد المخدرة التقليدية والتخليقية ذات الأثر شديد الخطورة على الجهاز العصبي للإنسان وتطلع أجهزة البحث والمعلومات بالوزارة بالرصد المبكر لتلك المحاولات والتصدي لها في مهدها والتنسيق الفاعل مع القوات المسلحة لمنع تسربها قبل أن تنال من الساحة المصرية أو تحويلها كمحطة للتهريب إلى دول المنطقة. وتناول وزير الداخلية اللواء محمود توفيق خلال كلمته بمناسبة العيد السبعيني الاستراتيجية القومية لحقوق الإنسان وسياسات تحديث الإجراءات العقابية داخل وزارة الداخلية لتتواكب مع أحدث النظم. إيماناً بأهمية الأمن كركيزة جوهرية لحقوق الإنسان فقد حرصت السياسة الأمنية على ترجمة ثوابت الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في شتى مجالات العمل الأمني وهو ما تجسده الخطوات العملية التي اتخذتها الوزارة في تطبيق مبادئ الفلسفة العقابية الحديثة الهادفة إلى إعادة بناء شخصية المحكوم عليهم وتقويم سلوكهم عبر برامج تأهيلية تم صياغتها بمشاركة نخبة من المتخصصين تستهدف تحصين النزلاء من معاودة الانحراف بما يمكنهم من إعادة الاندماج ضمن أفراد المجتمع وامتداد أوجه الرعاية اللاحقة لهم ولأسرهم عقب الإفراج عنهم لدعمهم في تصحيح مسارهم وانطلاقاً من أن الجمهورية الجديدة التي أسستموها سيادة الرئيس لا تقتصر على بناء القدرات الاقتصادية والتكنولوجية المتميزة فحسب بل هي مفهوم شامل لدولة عصرية يحظى فيها الجميع بما فيهم اللاجئين إليها بالحق في حياة كريمة وامتداد هذا الحق لمن ضل الطريق وانحرف عن السلوك القويم وتنفيذاً لتوجيه سيادتكم بإعادة صياغة منظومة المؤسسات العقابية من منطلق الحق الإنساني للمذنب بألا يعاقب عن جرمه مرتين وأن يكون له فرصة أخرى في الحياة عقب قضاء فترة عقوبته فقد اطلعت الوزارة بتحويل السجون إلى مراكز للإصلاح والتأهيل واستحداث مركزين وفقاً لأحدث النظم المعمارية والألكترونية وأعلى المعايير الدولية لحقوق الإنسان وذلك مقابل إغلاق عدد 15 سجناً عمومياً ويتم حالياً تشييد عدد من المراكز المماثلة لتكون بديلة عن باقي السجون القائمة وبالتوازي تحرص الوزارة على الإسهام بفاعلية في المبادرات المجتمعية لتخفيف العبء عن كاهل أهلنا من محدود الدخل وتطويع التقنيات الحديثة لتبسيط إجراءات كافة الخدمات الجماهيرية واستحداث نظم خدمية متكاملة تمكن ذوي الهمم والمرضى وكبار السن من الحصول على خدماتهم دون عناء. وانضم إلينا دكتور مختار غباشي نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية. دكتور مختار،
بعد التحية، ما هي قراءتك لكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي التي ألقاها خلال الاحتفال بعيد الشرطة؟ يعني خلينا أقول لك كلمة إلى حد كبير جدا جامعة، تدي شكل من أشكال الاطمئنان للمواطن المصري بأن هناك حركة تغيير في المنظومة الأمنية وآليات تعاطي المنظومة الأمنية مع حقوق المواطن، خصوصا في ظل وضع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان. فعملية توأمة ما بين احترام آليات حقوق الإنسان وفق هذه الاستراتيجية وما بين الحفظ الأمن والأمان للمواطن وللوطن برضو، لأن دي إلى حد كبير جدا تركيبة محتاجة عقلية تنويرية تأتي من خلال مرحلة بناء الجمهورية الجديدة اللي بتسير بنسق متبادل. ويمكن إشارات الوزير الداخلية وإشارات سيادة الرئيس بتحسين مستوى الأداء وتحويل السجون إلى يعني مراكز تأهيل تحترم فيها حقوق الإنسان أو يحترم فيها حقوق الإنسان، مع توفير المظلة الأمنية للمواطن اللي إلى حد كبير جدا هو في الأول وفي الآخر في أمس الحاجة إليها، وربط ده بالحفاظ على حقوق الإنسان بتنوعاتها المختلفة. فأنا متصور أنه كلمة سيادة الرئيس كانت كلمة معبرة وإلى حد كبير جدا يعني تأتي في ظل هذه الاحتفالية الكبيرة، وإحنا الدولة تنظر إلى عنصر الأمن والأمان بالنسبة لوزارة الداخلية وإلى عنصر صد يعني وحفظ الحدود بالنسبة لقواتنا المسلحة، وهما الجهتين المنوط بهم حفظ هذه الدولة في ظل هذا المحيط الملتهب. دكتور مختار، تحدث وزير الداخلية في كلمته عن حرص الوزارة على انتهاج استراتيجية شاملة في الحفاظ على أمن مصر والارتقاء بالمنظومة الأمنية، إلى أي مدى يسهم ذلك في تقديم أفضل خدمة للمواطن؟ يعني الخدمة المهمة للمواطن واللي يستشعر بها المواطن أنه يستشعر أن كل المواطنين أمام القانون سواء، أن أما بيخش إلى مركز شرطة أو بيخش إلى مكان شرطي يلاحظ قدر المساواة بينه وبين أي مواطن آخر. ودي المسألة اللي بتحاول أنا من وجهة نظري وزارة الداخلية أن تفعلها. الجزء الثاني احترام آدمية هذا الإنسان واحترام قيمة الإنسان من خلال الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي وضعت. الجزئية الثالثة أن المواطن في النهاية عايز شكل الأمان، عايز شارع آمن، عايز منزل يستشعر فيه أنه عايش فيه في أمان. ودي كلها أمور أنا متصور أنه بدأت الوزارة تأخذ خطوات كبيرة جدا في طيقها، وبدأت الدولة في ظل عملية البنية التحتية الكبيرة وفي ظل تأهيل الدولة إلى الجمهورية الجديدة أن تتوافق ده مع المتطلبات الأمن والأمان بالنسبة للمواطن وتقييم حقوقه وتقدير هذه الحقوق من قبل الدولة ومؤسساتها. الدكتور مختار غباشي، نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية، شكرا جزيلا لحضرتك. عيد الشرطة 70 عاما. بعث المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة حلول ذكرى عيد الشرطة والذكرى 11 لثورة 25 من يناير. وفي برقيته استعرض جبالي تضحيات شهداء الشرطة الأبرار الذين رووا بدمائهم الذكية تراب مصر الطاهرة على مر العصور، كما تناول وقوف الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الشعب في فترة من أصعب الفترات، داعيا الله أن يحفظ مصر وشعبها ويؤيد قائدها بنصر من عنده. من جانبه بعث المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة ذكرى عيد الشرطة وذكرى ثورة يناير. وأكد رئيس مجلس الشيوخ أن الاحتفال بعيد الشرطة يأتي تقديرا للجهود التي قام بها رجال الشرطة في حفظ الأمن والأمان واستقرار الوطن واعترافا بتضحياتهم المستمرة. وأشار عبد الرازق إلى ثورة 25 من يناير التي خرج فيها جموع المصريين مطالبين بتحقيق الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية، وأن جيش مصر العظيم حمى تلك المطالب إلى أن خرجوا في 30 يونيو لتصحيح المسار. ودعا عبد الرازق الله أن يكلل مسيرة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتوفيق والنجاح.
فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف تقدم أيضا بالتهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي ووزارة الداخلية والشعب المصري، وذلك بمناسبة حلول ذكرى عيد الشرطة وذكرى ثورة 25 يناير. وأعرب الأزهر عن تقديره للدور الذي يقوم به رجال الشرطة في حماية الوطن والمواطنين، ومتقدما بخالص التحية والاعتزاز لشهدائنا من شباب مصر وأبطال الشرطة المصرية البواسل الذين ضحوا بالغالي والنفيس لتنعم مصر بالأمن والأمان. كما بعث الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي بالأصالة عن نفسه وبالإنابة عن أعضاء الحكومة بمناسبة الذكرى 11 لثورة 25 يناير. وأكد مدبولي في البرقية على الجهود المخلصة التي يبذلها الرئيس عبد الفتاح السيسي في دفع عجلة التنمية والبناء لتشهد مصرنا الغالية نهضة تنموية غير مسبوقة في مختلف المجالات من أجل أن ينعم أبناء الوطن بالخير والرخاء. ودعا الله عز وجل في ختام برقيته أن يعيد هذه المناسبة على الرئيس عبد الفتاح السيسي بموفور الصحة ودوام التوفيق، وعلى شعب مصر الكريم بالتقدم والرقي والازدهار. وفي برقية أخرى هنأ رئيس الوزراء ووزير الداخلية محمود توفيق بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة، ووصف مدبولي هذه المناسبة بالتاريخية والمهمة التي ستظل مبعث فخر واعتزاز للشعب المصري العظيم بأبنائه من رجال الشرطة البواسل الذين ضربوا أروع الأمثلة في أداء الواجب الوطني من أجل الحفاظ على أمن الوطن واستقراره، ومتمنيا لهم دوام التوفيق والسداد ولمصرنا الغالية العزة والكرامة والاستقرار. هذا وقد أصدر رئيس الوزراء قرارا باعتبار الخميس القادم الموافق 27 يناير إجازة رسمية بمناسبة ذكرى ثورة يناير وعيد الشرطة. من جانبها تقدمت القيادة العامة للقوة المسلحة بتهنئة الوزارة الداخلية ورجالها الأوفياء بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة، داعية المولى عز وجل أن يديم نعمة الأمن والاستقرار على مصر، وأن تظل القوة المسلحة والشرطة دوما حصنا وسندا لمصرنا الغالية. استعرض رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي تقريرا من وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية دكتور عاصم الجزار بشأن المحاور والطرق الرئيسية التي تم تنفيذها بالمدن الجديدة. كما أكد مدبولي أهمية تلك المشروعات خاصة بالمدن الجديدة، مشيرا إلى أنها تسهم في جذب العنصر السكاني وفرص الاستثمار والتشغيل، وبما يخدم رؤية الدولة نحو تحقيق التنمية المستدامة. من جانبه أشار وزير الإسكان إلى إنشاء وتطوير العديد من المحاور بالمدن الجديدة بإجمالي أطوال بلغت حوالي 1350 كيلومتر وبتكلفة وصلت إلى 33 مليار جنيه، وذلك بخلاف أعمال الطرق الداخلية لتلك المدن. استأنف مجلس النواب جلساته العامة حيث ناقش عددا من تقارير اللجان المشتركة، من بينها تقرير لجنة الإعلام والثقافة والآثار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء صندوق السياحة والآثار. كما يأخذ المجلس الرأي النهائي على عدد من مشروعات القوانين التي وافق على مجموع موادها في جلسات سابقة. للمزيد من المتابعة ينضم إلينا من مقر مجلس النواب مراسل أخبار مصر محمود إسماعيل. محمود، بعد مساء الخير، ضعنا في أهم ما دار بجلسة اليوم. نعم عمرو، بعد التحية في بداية جلسة اليوم والتي بدأت برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول المجلس، تم إحالة عدد من مشروعات القوانين إلى اللجان المختصة، من بينها 4 مشروعات بقوانين مقدمة من الحكومة، أحدها يتعلق بتعديل بعض أحكام قانون الطفل، ومشروع قانون يتعلق بتعديل بعض أحكام قانون التعليم، إلى جانب مشروع قانون آخر يتعلق بتعديل بعض أحكام قانون سوق رأس المال، إلى جانب 6 مشروعات بقوانين تقدم بها السادة النواب، كل منها على حدة، مقدم من أكثر من 10 عدد أعضاء المجلس، أحالها رئيس الجلسة إلى اللجان المختصة. كما أحال رئيس الجلسة أيضا
أربعة قرارات لرئيس الجمهورية بشأن عدد من الاتفاقيات التي وقعتها مصر مع دول وكيانات دولية أحالها جميعها رئيس الجلسة إلى اللجان المختصة لمناقشتها وإعداد تقارير بشأنها. بعد ذلك شرع المجلس في استعراض عدد من البيانات العاجلة التي تقدم بها النواب، أحدها يتعلق بسياسة الحكومة تجاه البناء والتعدي على الأراضي الزراعية، إلى جانب بيان عاجل أيضا يتعلق بحادثة أشمون التي وقعت مؤخرا وراح ضحيتها عددا من الشباب والصبيان إثر سقوط السيارة التي كانت تقلهم في نهر النيل. بعد ذلك عمرو شرع المجلس في استعراض تقرير لجنة الخطة والموازنة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بالإذن لوزير المالية لضمان شركة الاتحاد العربي للنقل البري. تحصل هذه الشركة بمقتضى هذا الضمان على قرض من أحد البنوك الوطنية بحد أقصى لا يتجاوز 800 مليون جنيه لتنفيذ المرحلة الأولى من مشروع النقل الداخلي بالعاصمة الإدارية الجديدة بقوة مبدئية 120 أتوبيس ميني باص، على أن تقدم هذه الشركة المشار إليها ضمانات عينية إلى وزارة المالية تضم أراضي ومباني وسيارات خاصة وكذلك أتوبيسات، ولا يحق لهذه الشركة التصرف في هذه الضمانات العينية إلا بعد موافقة وزارة المالية. مشروع هذا القانون جاء منتظما في مادة واحدة بخلاف مادة النشر، المجلس وافق عليها كموافق على مشروع القانون من حيث المبدأ، إلا أنه أرجى أخذ الرأي النهائي على مشروع هذا القانون لجلسة اللاحقة. وفي هذه الأثناء عمرو يستعرض المجلس تقرير لجنة الإعلام والثقافة والآثار بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة لإصدار قانون إنشاء صندوق السياحة والآثار، ويهدف مشروع هذا القانون إلى دمج صندوق تمويل السياحة وصندوق تمويل الآثار والمتاحف وصندوق تمويل مشروع إنقاذ آثار النوبة. يستهدف دمج هذه الصناديق الثلاثة في صندوق واحد على أن تؤول أصول وحقوق وموارد هذه الصناديق الثلاثة المشار إليها في الصندوق واحد وهو صندوق تمويل السياحة والآثار وفقا لأحكام القانون. المجلس وافق على مشروع هذا القانون من حيث المبدأ، وفي هذه الأثناء يناقش مواد مشروع هذا القانون البالغ عددها 11 مادة بخلاف 5 مواد هي مواد الإصدار. مراسل أخبار مصر محمود إسماعيل كنت معنا على الهواء مباشرة من مجلس النواب، شكرا جزيلا لك. سلم وزير الخارجية سامح شكري رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى أخيه سلطان عمان هيثم بن طارق، وذلك خلال لقائه بالعاصمة العمانية مسقط مع نائب رئيس الوزراء العماني لشؤون مجلس الوزراء فهد بن محمود السعيد. وخلال اللقاء جدد شكري التأكيد على موقف مصر الثابت من دعم أمن واستقرار دول الخليج والمنطقة العربية، كما تم بحث تجربة الإصلاح الاقتصادي المصرية وما تشهده من طفرة تنموية، وبالإضافة إلى أبرز القضايا العربية والإقليمية. وأعرب أيضا شكري عن تقديره لما يقدم للجالية المصرية في عمان ودور الجالية كجسر للتواصل بين البلدين. وفي إطار عمق العلاقات التاريخية المتميزة القائمة بين مصر وسلطنة عمان، عقد وزير الخارجية سامح شكري مع نظير العماني بدر البوسعيدي جلسة مشاورات رسمية بحضور وفدي البلدين. تم التأكيد خلالها على عمق العلاقات الثنائية بين البلدين وتبادل الرؤى حول سبل دعم آليات العمل العربي المشترك وتنسيق المواقف إزاء القضايا الإقليمية والدولية، كما تم التأكيد على الحرص على العمل سويا في المنظمات والمحافل الإقليمية والدولية من أجل تحقيق المصالح المشتركة وتعزيز مسيرة العمل العربي. أخبار المال والأعمال الفنية، أهلا بحضراتكم. تلقى وزير القوة العاملة محمد صعفان تقريرا عاجلا من مكتب التمثيل العمالي بالقنصلية المصرية في جدة يفيد بأنه سيتم تمديد صلاحية الإقامات وتأشيرة الخروج والعودة وصلاحية تأشيرات الزيارة آليا من دون رسوم أو مقابل مالي إلى نهاية شهر يناير الجاري. يأتي التقرير في إطار متابعة وزارة القوة العاملة لأحوال العمالة المصرية وتقديم الدعم والمساعدة لهم
في أي وقت، خصوصا بعد انتشار فيروس كورونا. أفادت إدارة الجوازات السعودية وفقا للتقرير أنه سيتم تمديد صلاحية الإقامات وتأشيرات الخروج والعودة للمقيمين ممن هم خارج المملكة بالدولة التي يتم تعليق القدوم منها نتيجة تفشي فيروس كورونا فيها، باستثناء الذين استكملوا تلقي جرعات لقاح كورونا داخل السعودية قبل مغادرتهم لها. تراجعت مؤشرات البورصة على نحو جماعي خلال تعاملات أولى جلسات الأسبوع متأثرة بصافي مبيعات المؤسسات المحلية والعربية. هبط المؤشر الرئيسي EGX 30 بنحو 1.2% متخليا عن مستوى 11,590 نقطة. كما تراجع المؤشران EGX 70 EWI و EGX 100 EWI بنسب تراوحت ما بين 1.4% و 1.6%. أكد وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا أهمية التفكير المبتكر في استغلال الإمكانيات المتاحة لشركات تسويق المنتجات البترولية والتوسع في نشاط تموين السفن الذي يشهد دخول شركات عالمية في هذا النشاط. شدد الملا خلال أعمال الجمعيتين العامتين لاعتماد الموازنة التخطيطية لشركتي مصر والتعاون للبترول عن العام المالي المقبل 2022-2023 على أهمية مواصلة شركات القطاع العام البترولي لخطط التطوير والتحديث التي تقوم بها في مختلف أوجه الأنشطة البترولية، خاصة في ظل توفر لها من استثمارات غير مسبوقة. وأشار الملا إلى أن الالتزام بالتطوير والسلامة والتحول الرقمي مبدأ أساسي في عمليات قطاع البترول. وافقت المفوضية الأوروبية على صرف 271 مليون يورو لفنلندا في شكل تمويل مسبق، وهو ما يعادل 13% من المخصصات المالية للدولة، وذلك للمساعدة في بدء تنفيذ تدابير الاستثمار والإصلاح الحاسمة في خطة تعافي فنلندا من تداعيات جائحة فيروس كورونا. تعهدت المفوضية بضخ مزيد من المدفوعات بناء على تنفيذ الاستثمارات والإصلاحات المحددة في خطة التعافي، حيث من المقرر أن تتلقى فنلندا أكثر من ملياري يورو. وأشار بيان المفوضية إلى أن التمويل الأخير لفنلندا يدعم الاستثمارات والإصلاحات التي من المتوقع أن يكون لها تأثير كبير على اقتصاد فنلندا، من بين ذلك المشاريع لتأمين التحول الأخضر. ختام التالية، وهذا تذكير بأهم ما جاء بها من عناوين. الرئيس عبد الفتاح السيسي يوجه تحية إلى أرواح الشهداء خلال الاحتفال بعيد الشرطة، ويؤكد أن الشرطة والجيش هما الحصن المنيع لحماية الوطن وتحقيق التنمية الشاملة. وزير الداخلية يجدد تعهد الشرطة بحفظ أمن مصر، ويشير إلى انتهاج استراتيجية شاملة للارتقاء بالمنظومة الأمنية وتوجيه الضربات الاستباقية للعناصر الإرهابية. masbiro.eg عنواننا الإلكتروني. شكرا لحسن المتابعة، إلى اللقاء. في أمان الله.